في كتير اشياء لازم نحكي فيها كرمال الهانيمون. ترافقيني بهالدنيا؟ في شيء معين عبالك نعمله؟ هي بوادي. انت احلى شيء صار بحياتي. وهو بوادي. ما في يكون معه، ما في اتجوزها لهالبنت. لو شو ما صار رح تتجوزي لو صار. الخميس بعد بكره الساعة 7 الصبح. يلا لا يسام حكي حيواني ويسام. وانا ولا ممكن اقبل باللي عم تطلبه مني لو شو ما صار بيناتنا. اخر الليل. انا من بكره حقدم استقالتي. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.